جزار نحكي بالعرب جزار وبطاطا وبصل وثوم عربي فرنسي وبعدين طحنوا هذه شربة عدس فلسطينية أصيلة على الطريقة الفلسطينية avec citron وبعدين اليوم في مهرجان الشوربة والشوربة مجموعة دول جمعيات بتشارك اليوم بهاي الشوربة فالهدف منها هي اكتشاف أنواع متعددة لعمل الشوربة في دول متعددة سيما وإحنا موجودين هنا في البيت في مدينة فيها كثير من الجاليات فيها كثير من الجمعيات فبالتالي يعني منظمين هذا اليوم مش لأول مرة طبعا هاي أعتقد ثاني مرة فهم بهمهم إنه يبرزوا جزء من ثقافات الشعوب الأخرى وجزء من هذه الثقافات طبعا في الأكل والشوربة الهدف من المهرجان هذا هو أن يكتشف الجمهور البلجيكي وغير البلجيكي اللي رح يجوا اليوم ورح يكونوا بالمئات يكتشفوا أنواع متعددة من الشوربة لثقافات أخرى لدول أخرى لجمعيات معمولة من جمعيات أخرى وهكذا فهذا جزء من التعايش المشترك عندما نعيش مع بعض في فضاء معين في مدينة في قرية منيح إنه لما نكون من أصول مختلفة إنه نعترف أو نكتشف شو الآخرين عندهم من أمور ثقافية فاليوم هو هدف المسيطة العيش المشترك إنه يكتشفوا بعضا مع الشعوب من دول مختلفة طبعا اليوم في من الدول العربية في الجزائر في العراق في فلسطين في لبنان في تونس في جيبوتي يعني في عدة دول جمعيات من هذه الدول لأن في جاليات لهذه الدول في هذا البلد ففي عدة دول مشاركة اليوم في هذا المهرجان وشيء ممتاز إنه ينظم مهرجانات من هذا النوع واللي هدفها كما قلت اكتشاف ثقافات الشعوب